مرة ثانية نجدد التحايا والصباحات والأمنيات الجميلة لكل من ضمن وتابع حلقتنا اليوم من صباحات سودانية. احنا وصلنا لفقرة لمن يهمه الأمر، واليوم حنتكلم عن مبادرة حملة التبرع الطوعي بالدم، مبادرة وريد السودان بنك الدم المركزي. في البداية حيكون عندنا مجموعة من النصائح التوعوية عن التبرع بالدم، والحديث أكثر عن المبادرة مع ضيفي دكتور عبد العزيز عادل علي حسن بنك الدم المركزي. صباح الخير عليك. صباح النور، سعيد بالاستضافة الجميلة والمميزة. صباح الخير عليكم على الغناء وعلى كل الناس اللي بيشاهدونا وبيتابعونا وين ما كانوا. كيف الأحوال؟ كيف أصبحت تمام؟ لا تمام جدا جدا، بصحة جيدة الحمد لله. الحمد لله. طيب في البداية خلينا نبدأ بمتين نحن نتبرع بالدم. التبرع بالدم، البني آدم بتبرع بالدم كله 3 شهور. عموما الإنسان دي الفترة الافتراضية اللي بتبرع فيها بالدم كله 3 شهور. بيقولوا كان 6 شهور لكن بقت كله 3 شهور، وفي كل الأحوال ما فارقة. بتبرع بتين؟ بتبرع لما يكون في حوجة للتبرع بالدم، ده اسمه هنا التبرع من أجل مريض. في تبرع من نوع تاني اسمه التبرع الطوعي، ودي الرسالة الأساسية اللي أنا طالع الحلقة عشانها. طيب أحيانا الشخص بيحتاج إنه يتبرع حفاظا على صحته، يعني ممكن الدم يكون زايد، أو أنت يعني بعض الأشخاص دائما بيعانوا من إنه كل فترة دمهم بيزيد. دي هنا من فوائد التبرع بالدم. التبرع بالدم عنده فوائد كثيرة جدا جدا، بتتمثل في إنه يعني زي ما بقول لك إن إحنا زمان بنضرب عصفورين بحجر واحد، إن إحنا هنا بنضرب عصافير كثيرة بحجر واحد. زي مثلا التبرع بالدم من ناحية دينية، ربنا في القرآن الكريم في سورة المائدة قال من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دي الفائدة الدينية. الفائدة الإنسانية هي الوقفة في الحارة. إنه زول سمعنا إنه محتاج لدم داخل عملية أو كده، فبتلقى كل الناس همت عشان يمشوا يتبرعوا بدمهم ينقذوا حياة الزول ده. الفائدة الصحية، ودي أثرها كبير جدا على المتبرع بالدم، بتمثل في إنها بتخلصه من الدم الزايد. زي ما أنت أسي ذكرت قلت إنه الناس بعض مرات دم ما بيزيد وكده. بتنشط الدورة الدموية، بتحفز النخاع العظمي لأنه ينتج دم مرة تانية. غير كده بتأثر على المزاج وعلى الإنرجي بتاعت المتبرع بالدم. أنا شخصياً ككادر طبي كل 3 شهور عامل جدول سكاتيولينك، فبتبرع كل 3 شهور. شخصياً أنا مزاجي ومودي كله بيتغير لما بتبرع. يا سلام، ده حاجة جميلة جداً والله. يعني مع إنه أنا يمكن يكون كتير تكلمنا عن التبرع بالدم، بس دي واحدة معلومة جديدة. بيتغير المود. ليه؟ في المزاج وفي المود. ليه؟ لأنه الدم لما يكون زايد بيعمل قلق وبيعمل توتر with unknown reason زي ما بقوله، من غير أسباب. بتلقى الزول فجأة بيعرق، بالليل بيمسكوا أرق ما بيقدر ينوم، تلقاه دائما متوتر ومقلق وكده. فدي كلها من السايكولوجيكال بتاعت الزيادة بتاعت الدم. فأنت لما تتخلص من الدم زايد نفسيا بترتاح، حتى الأكتيفيتيز والمود عموما بتاعك بتغير. ده كلام جميل جدا. طيب يمكن أنت قلت كان التبرع بالدم كله 6 شهور، بقى كله 3 شهور. الاختلاف شنو؟ الفرق شنو؟ ما فرقت كثير. هو 3 شهور ليه؟ لأنه النخاع العظمي بتاع جسم الإنسان عشان ما ينتج دم جديد بيحتاج 3 شهور. فكل 3 شهور بيفرز دم جديد من النخاع العظمي، واللي هو ده العمر الافتراضي بتاع الخلايا بتاعت الدم. عموما الخلايا بتاعت الدم الأحمر 3 شهور بتعيش، وطبيعيا فسيولوجية جسم الإنسان بيتخلص منها اللي هو في الطحال، وبينتج خلايا جديدة فريش تأدي المهام بتاعتها الجديدة. جميل. طيب نتكلم عن مبادرة وريد السودان بنك الدم المركزي. يعني المبادرة بدأت كيف والسبب شنو؟ يعني في يمكن يكون كثير من المبادرات التبرع بالدم، وتحديدا في كثير من الناس بتمشي يعني بدون أي مبادرات، عندهم عادة إنه كل 3 شهور مثلا كل فترة معينة يمشوا يتبرعوا بالدم. هسه حاليا مبادرة وريد السودان. مبادرة وريد السودان هي مبادرة فعالة جدا. مبادرة فكرتها كانت جات emergency state، مبادرة بتاع الطوارئ. نشأت أول مرة في 2018 تحديد سبتمبر في الحميات اللي ظهرت في كسلة، إذا بتتذكر الأيام كان أكيد اللي هي حمى الضنك وحمى الكنكشة. فكان يعني من الملاحظات المهمة في الدم قبل، عفوا نرجع لنقطة صغيرة، إنه الدم فيه 3 أنواع: الدم الأحمر وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية.
فالفيروسات اللي بتعمل الحميات دي تستهدف الصفائح الدموية، فكانوا الناس بينزفوا في حوج الصفائح الدموية بالضبط كده. فقامت نشأت الفكرة كفكرة شبابية إنهم يوفروا دم، يعملوا إعلام، كل المتبرعين اللي عندهم القدرة وهم فيت لأنهم يتبرعوا يمشوا المراكز الصحية للتبرع بالدم ويتبرعوا بدمهم. يعني هي بدأت في كسلة ولا كان التبرع هنا في الخرطوم وبعد ذلك كان التبرع في الخرطوم. ونقطة مهمة، نشكر شركة تاركو وبدر للطيران، لأنه كان ترحيل الدم من العاصمة الخرطوم بيمشي كان لكسلة عن طريق شركات الطيران دي. طيب جميل. وامتدت بعد ذاك الفكرة، وهي كانت بدت زي ما بقولوا كنفير، يعني حاجة صغيرة. بعد شويتين الشباب اللي تلموا في الحاجة دي كل واحد رجع للمنظمة اللي هو بلونج تو إت في أصلاً. فاتلمينا ثاني لما جات اللي هو القتال الغبلي في الجنينة. نعم. وكان في 2019 وكان حصل في نزيف بسبب الضرب والحروب والجروح اللي كانت بتحصل في الـ في الـ في الشباك القبلي بيناتهم. رجعنا فعلنا ثاني نفس النظام واتبرعوا بالدم، والدم برضو يترحل مشى الجنينة اللي هو غرب السودان. آية شمت هي صاحبة الفكرة من المبادرة. ومن هنا انطلقت فكرة إنها بدل ما تكون نفير شبابي تتحول مباشرة لإسم مبادرة. مبادرة بمعنى إنها تغطي أكبر حيز ممكن من الطوارئ في السودان. الاستعانة حتكون بشنو؟ الاستعانة حتكون لأنه هي كمبادرة جديدة ببنك الدم المركزي ستاك، معمل ستاك. يعني بتاخذوا الحوجة بتاعتكم من الأدوات اللي أنتم بالضبط كده كانت من بالضبط كده عربات التبرع بالدم بتكون الأكياس يعني كلها بتاخذوها من بنك الدم المركزي. اكزاكتلي. أكياس الدم، الأدوات بتاعت التبرع بالدم كلها، من حقن لأكياس تبرع بالدم لقطن لشاش لوات ايفر السورسز كانت شنو. التبرع كان متمركز في 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 النايل المركز ولا كان في عربات مثلا؟ بدا في استاك. لما كان في ضغط على استاك، على اساسا المتبرعين اللي بيجوا يتبرعوا عشان خاطر مستشفيات ثانيه وكذا، فبيجينا نعمل الحملات المتجوله على المبادره التنسيق. والتنسيق هنا بيكون مع لجان المقاومه، مع الأحياء، مع المناطق المستهدفة، إنه الدم يتبرع يتجمع منها. لكن التنفيذ كان على استاك، العربات استاك، البنك الدم المركزي، والمصادر بتاعت تبرع بالدم كلها كانت من استاك. طيب يعني دكتور عبد العزيز، أنت في البداية ذكرت إنه هي المبادرة تولدت في 2018 وكان في حوجة الوقت ذاك لأنه مبادرة زي دي تتولد، وتاني تفعلت في 2019. يعني هي شبكة موجودة تفعل في حالة الطوارئ. بس حاليا العمل مستمر ولا برضو يعني؟ العمل مستمر ومستمر بصورة أكبر جدا، لأنه ما وقفت على كده. جات الكوفيد برضو في نهاية 2019 وبداية 2020، فكانت كان في إغلاق كامل للبلد في الوقت ذاك. نعم. فكان التبرع برضو عن طريق مبادرة وريد السودان لعبت دور مهم وعظيم جدا في إنه توفر الدم لمعمل استاك في فترة، ودي تعتبر برضو طوارئ، يعني فترة بتاع الطوارئ. صحيح. فكان التنسيق بيكون بطريقة طبعا آمنة وسليمة وفعالة، بتمرق العربات، بتمشي الأحياء. وأحياء كثيرة جدا، يعني المبادرة غطتها في الخرطوم وبحري ومدرمان، كان في المستشفيات، إن كان في المراكز الصحية، إن كان في الجوامع، وإن كان حتى في المناطق العامة زي شارع النيل والساحة الخضراء. تفاعل المواطن كيف مع الحملة؟ إيجابي جدا. إيجابي وممتاز، لأنه كان التبرع تحت إشراف طبي، كوادر متميزين، كوادر من معمل استاك. وأنا طلعت في أكثر الحملات اللي كانت متجولة. التبرع كان مطمئن جدا لأنه كان في تعقيم للسرائر بإشراف المبادرة طبعا، بين كل متبرع ومتبرع. كان في كمامات، كان في معقمات، كان في تطهير، كان في تباعد سوشيال ديستانسز، يعني كان كل الحاجات اللي بتوفر السلامة للمتبرع وللكوادر الطبية اتطبقت بصورة ممتازة جدا وفعالة. طيب بس حاليا حملة بتعمل كيف؟ بتعمل في شنو؟ المبادرة حاليا زادت نسبة الوعي شديد، يعني عندها أهداف معينة هي بتركز على إنه زادت نسبة الوعي
عن فوائد التبرع بالدم، سلطت الضوء أكثر على فوائد التبرع بالدم، وأهم حاجة لعبت دور عظيم جدا في إنه بيحق للمرأة التبرع بالدم، لأنه نحن عندنا مفاهيم مغلوطة كثيرة عن ثقافة التبرع بالدم. وطلعت يعني أنا طلعت في أكثر من بلاتفورم وتكلمت عن فوائد التبرع بالدم، حتى في قناتكم العامرة دي أنا قبل كده طلعت وتكلمت في التبرع بالدم. فدي كانت واحدة من المسجز أو بيسموها البوزيتيف فيدباك اللي طلعت بها المبادرة، إنه تسلط وتركز على دور المرأة في إنها تقدر تتبرع بالدم. وده يعتبر إنجاز عظيم في حق المرأة مع كمية من الإنجازات اللي هي ممكن تعملها إذا استوفت الشروط المناسبة، لأنه ما أي زول بيقدر يتبرع بالدم. جميل. طيب دكتور، نتكلم عن ما بعد التبرع بالدم. يعني أحيانا في بعض الأحيان في بعض الأشخاص اللي بتبرع تحصل لهم أعراض كذا مثلا، يعني نتكلم بصورة عامة كده إنه ما بعد التبرع بالدم. التبرع بالدم عشان نتفادى الأعراض دي لازم المتبرع بالدم يخضع لسلسلة من الفحوصات، وفي لستة طويلة عريضة عندنا هناك في إستاك زي هي زي كوتشنير كده، فأنت بتتسأل عن حاجات كثيرة بدءا من هل سبق لك أن تبرعت بالدم إلى هل تود أن تكون متبرع مستمر معنا. حتى في حالة العربات الجوالة برضو كل الاستمارة بتتملي، فبيملأ المتبرع بالدم بيملأ الاستمارة وبيغطي على كل الحاجات اللي فيها الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والأزمة، ودي حاجات بتمنع التبرع. العمر إذا كان أقل من 17، الوزن الأقل من 50 في الرجال 45 في الستات، دي كلها أسباب بتمنع التبرع بالدم. فإنت لما تكون مريت يعني حتى الأمراض السارية اللي عندك، إذا كان عندك نزلة أو برد أو حمى أو كده، السكري بتاعك لو هابط، الضغط بتاعك لو هابط، دي كلها حاجات بتمنع التبرع بالدم، وهي اللي بتصهر الأعراض بعد التبرع بالدم زي لفة الرأس والدوخة والفوميتينج. فدي كلها حاجات. طيب يعني أحيانا الأشخاص بيكون قد يكون يعني عندهم مثلا بعض الأمراض اللي هي ممكن تكون سبب في إنهم ما يتبرعوا بالدم، لكن ما عندهم المعرفة بالحاجة دي وما عندهم الدراية بالحاجة دي، بعد ذاك يكتشف المعلومة دي بعد ما يتبرع بالدم. يعني حصلت عندكم حالات وكان في تدهور للأشخاص اللي بيتبرعوا بالدم بعد التبرع؟ ما حصلت قبل كده لسبب واحد، لأنه أنا ذكرت لك قلت لك إنه المتبرع بالدم بيمر بلستة طويلة عريضة من الكوتشنير. لكن أنتوا بتعتمدوا على مصداقية الشخص في بنا معرفته بأمراضه، يعني أحيانا الشخص ممكن يكون عنده أمراض ولا يدري بها، يعني بيتقاس له ودمه، بيتعمل له تشيك أب، بتعمل فحوصات طبعا، بيتعمل تشيك أب للمتبرع قبل ما يخش العملية بتاعت التبرع بالدم. هي سلسلة اسمها كلوز سيستم، يعني بتبدأ من اللحظة اللي انت جيت فيها وخدت النية الصافية ان انت دار تتبرع بالدم لحد ما تخلص عملية التبرع في الدم. عملية بسيطة سهلة فيها فايدة عظيمة، بترجع لك وبترجع للانت انقذت حياته باي ذا واي، لحد ما تخلص فانت بتكون في ايدي امينة، والاهم من كده انها كلها تحت اشراف طبي. جميل. طيب يعني اخيرا كده يعني دكتور، خلينا نتكلم عن اكياس الدم دي، هل بيتم فحصها بعدك يعني مثلا في غير الفحص اللي بيتعمل للمتبرع بالدم ذات نفسه؟ الكيس بتاع التبرع بالدم اللي هو اخده، هو طبعا زي ما ذكرت لك انه هو كلوز سيستم، من اللحظه اللي بتخش الابره داخل الوريد لحد ما يمرق الدم، والدم بيمشي بيتفصل في المشتقات بتاعت الدم للصفائح الدمويه والبلازما، لانه المحتاج للدم ما شرط يحتاج للدم ككل. في ناس زي الناس اللي بيتعرضوا لحروق، ديل ما بيحتاجوا دم، ديل بيحتاجوا لبلازما. في ناس بيعانوا من أمراض مزمنة زي الناس اللي بغسلوا الكلى، والناس اللي عندهم أمراض سرطانية وعندهم هيموفيليا فدمهم ما بيتجلط، فديل بيحتاجوا للصفائح الدموية بالتحديد. وعندنا الناس اللي بيحتاجوا للدم اللي هو فيه والهيموغلوبين، فالدم بيمشي على حسب الحوجة. قبل ما يمشي للمحتاج له بيمشي السيرولوجي، قسم من أقسام التبرع بالدم، بيتم فحص الدم هناك للأمراض الفيروسية والأمراض اللي ممكن تتنقل بالدم. فقبل ما ياخد المحتاج للدم الكيس بتاع الدم أكيد بيتم فحصه في إستاك آمن تماماً.
100%. واللي بيصادف انه لا قدر الله فيه حاجه دم بيتخلص من القذاذه بالطريقه الطبيه اللازمه. طيب المناسبه حابه تضيف اي معلومه زياده في ما يخص المبادره؟ حابي اوجه رساله بتاع الدعوه انه انا الشيء المكبرني في مكبر المبادره في عيني ومفرحني بها انه يوم 4 يونيو 2022 أن إحنا استهدفنا جامعة الأحفاد وجبنا كمية جيدة كانت من الدم من دور المرأة يعني من المرأة. وعندنا حاليا أثناء ما أنا بتكلم معاك هنا في حملة شغالة برضو في جامعة الأحفاد وبرضو تبرع بالدم. هم طلبوا إنه العربية تجيهم مرة تانية بالتنسيق مع مبادرة وريد السودان والإشراف على معمل استاد. طيب في الأيام القادمة بيكون وين وين؟ عندنا يوم بكرة يوم مهم جدا لكل السودان اللي هو الانترناشونال دونر داي. انترناشونال دونر داي بيتو فوكس يعني على معمل استاد وعلينا ككادر طبي. بكرة اليوم العالمي للتبرع بالدم. على صعيد المبادرة ما فوتنا الحاجة دي. نسقنا مع معمل استاد إنها حتكون عندنا حملة كبيرة جدا. أنا بدعو كل اللي بيقدر إنه يتبرع يجينا في منتزه الرياض هناك إن شاء الله. جميل. الحملة بكرة الساعة 6 مساء. عندنا بالتنسيق وحنوه لنقطة مهمة إنه في نفس الطايم المبادرة لعب الدور لإنه الحملة تكون في غطة ولايات كثيرة زي كسلة والمدني والجزيرة. فهنا المبادرة لعب دور بلس إنه هو أصلاً بكرة الانترناشونال دونر داي under the title of the World Health Organization والLocal Health Administration. فيوم تحت منظمة الصحة العالمية عالمياً بكرة اليوم العالمي للتبرع بالدم. الرسالة الأخيرة اللي أنا عايز أوجهها إنه مهما كان ظروفك بتسمح وإنت صحتك جيدة ما تبخل بدمك في إنقاذ حياة غيرك، لأنه قطرة الدم بتساوي حياة وتبرعك بدمك إنقاذك لحياة غيرك. وأن إحنا في الحياة أبسط حاجة عندنا زي ما بقولوا الاستثمار، والاستثمار الناجح في حياتنا هو الاستثمار اللي أن إحنا بنخلقه في الإنسان وفي العلاقات الإنسانية. زي مثلا أبسط مثال إنه أن إحنا نواسي إنسان بكلمة كويسة وأكثر حاجة نديه قطرات من دمنا ننقذ حياته ونهب للحياة من أول جديد، نرجع له الحياة من أول جديد. جميل، رسالة جميلة، ويا ريت يعني كل الناس تكون إن هي قادرة إنها تشارك في الحملة اللي حتكون يوم بكرة. نوه ونذكر لنا هي حتكون في منتزه الرياض الساعة 6 مساء لكل الناس الحابة. سوري، نادي الرياض لكل الناس الحابة. بالتنسيق مع لجان مقاومة الرياض طبعا، ونحن هم اشتغلنا معهم في أكثر من كذا. بالتوفيق إن شاء الله كذا. شكرا لك جزيلا. أنا مشكور كثير. بس تحية صغيرة كذا، أنا عايز أحيي ذول. هو صديق وعزيز علي، هو كان يكون معنا في الكاستينج الليلة بس ظروف ما قدر يجي. مجاهد عمر، كون دائما بخير وربنا يوفقك وين ما تكون. ان شاء الله. بشكرك كثير. شكرا لك كثير دكتور عبد العزيز عادل على الحسن، وكان الحديث عن مبادره وريد السودان مقدم المركز حمله التبرع الطوعي بالدم، وبكره يوم التبرع بالدم العالمي، والحمله حتكون موجوده في نادي الرياض لكل الناس الحابه تتبرع بالدم الساعه 6 مساء. نشكرك كثير وصباح الخير عليك مره ثانيه.